لماذا نحقر من شأن الإنسان ونعلي من شأن الأديان؟ هذا السؤال هو الذي سنتناوله بالبحث السريع في حلقتنا لهذا اليوم أصدقائي. معكم منصور الناصر. يتهمني كثيرون بالإلحاد وبأنني في أقصى الأحوال من اللادينيين أو أعداء الدين والإله وما إلى ذلك، لكن لا يفطنون على قضية أساسية، وهي أن مشكلتنا الأساسية لا تتعلق بالإلحاد ولا الإيمان، لا تتعلق بالدولة وإن كانت خلافة أو غير خلافة، ولا تتعلق أيضا بالدين، إنما تتعلق بقضية أساسية هي الإنسان. من تحدث بهذه الأمور أو عن هذه الأمور ويستثني في حديثه الإنسان اعتباره تابعا لدين أو لشيخ أو لإمام أو مواطنا تابعا لدولة، من يتحدث بهذه الطريقة هو يعتبر أن الإنسان كائن مستلب ومنذور فقط في الجماعة، ومثلما يقدم الناس نذورهم في أضاحي العيد للقطيع ولرب القطيع، الموضوع لا يتم إلا على حساب الإنسان، وعلى هذا الإنسان أن يرضى بدوره كجندي يستعد لأن يقرب نفسه أو يقدم نفسه فداء الوطن. والقربان هو من القرب، يعني بمعنى المعاني هو أيضا التقرب إلى الإله، فالإنسان الذي يدافع عن الإله هو بالضرورة هو قربان. بالتالي الإنسان الموجود هو ليس إنسان إنما مجرد مشروع قربان دائم حتى الممات. السؤال: مثل هذا المؤمن القربان ليس لديه ما يعني بالطبع ما يقوله مع أمثالي إلا ما توفر لديه من مصطلحات جهزها له السيادة. هذا الإنسان هو لا يرى نفسه بنفسه، إنما يرى نفسه بما جرى تعليمه عليه، أي بما يجب أن يكون عليه، بمعنى المعاني أنه لا يرى نفسه اعتبارها شيئا خاصا به، إنما شيئا يجب أن يتخلص منه وأن يخشى منه، لأنه بالنتيجة سيكون أو سيعمل في غير صالحه. بمعنى الديني الذي يسمي هذا الأمر أن الإنسان يتحدث أو يناغي أو يخاطب شيطانه ويقدم له ما يرضيه، بالمعنى العلمي أو الواقعي أن الإنسان عليه أن يقاوم ذاته ويرفض ما تجود به نفسه أو أن يحقق أحلامه الخاصة التي تعبر عنه كإنسان. هذا الأمر مرفوض دينيا بالمطلق. طبعا هذا الإنسان الذي يتحدث أو يرى أمثالي يتحدثون يعتقد بأنني عدو من أعداء هذا القطيع، بغض النظر عن سلامة نيتي أو سلوكي المسالم أو نواياي الحسنة، لأن الموضوع بالنسبة له لا يتعلق بالنوايا الحسنة ولا يتعلق بالتفكير ولا يتعلق بالبحث عن فرص أفضل، إنما عن قضية واضحة وبسيطة جدا في ذهنه، وهي حماية القطيع وعدم السماح بأي صوت يخرج على إيقاع القطيع. هذه المسألة الأساسية بالنسبة له، أي شيء عدا هذا هو بالنسبة إلى شيء مرفوض، هكذا يفكرون. فبالتالي أنا لاحظ من التعليقات دائما ليست عندي بالقناة، أكو مئات تعليقات طبعا ما شاء الله، لكن هي القضية أنه عندما تجد هؤلاء لا يناقش ما تطرحه، هو فقط يأخذ إشارة سريعة جدا أن هذا الصوت هو نشاز خارج الصوت المعتاد الذي رسخه قادة القطيع وزعمائه في رأسه، بالتالي هو رأسا يتنكب آياته وأفكاره ويصرخ ويشعر بالغضب الشديد، لأن هنالك من كسر الإيقاع بحسب تعبيرات الموسيقيين. هذا الأمر هو الذي جعله يتذكر نفسه، لأنه عندما يحاول أن يرد عليك أو يناقشك أو يدخل معك في الجدال، هو بمعنى المعاني يسترجع ذاته ويحاول أن يبني خطابه الخاص، وهذا أمر بالنسبة له مخيف بل لا يجوز أن يفعله حسب تعليمات رجال الدين. مثل هذا الشخص الذي يحاول أن يجادلني وهو مصنع طبعا خصيصا لحماية القطيع والتضحية من أجله كقربان، أقول له أنا لست مشغولا بموضوع الله، هذا الموضوع رسخه قادتك وشيوخك في ذهنك فقط لكي تنسى نفسك،
فقط لكي تذوب في كائن آخر لا شكل له ولا لون ولا رائحة ولا حتى وجود، حتى وجود عيني غير موجود، واعني كلمة الله أو فكرة الله. عليك أن تسألني بدلا من أن تسألني هل تؤمن بالله، بل أن تسألني هل تؤمن بالإنسان. هذا اللي أدعو إلى الجميع وإلى الانتباه له، لأننا عندما ننطلق من هذا السؤال سنجد الأجوبة الصحيحة أو الأجوبة الأفضل التي بإمكاننا أن نحولها إلى واقع ملموس يسهم في تغيير حياتنا. أما عندما نسأل أسئلة غيبية، السؤال عن هل تؤمن بالله، هذا يعني أنك أخرجت نفسك ومن تسأله من دائرة الواقع وجعلته يدخل في عالم الغيب أو في عالم الذهن والتصورات الغيبية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى واقع. من هنا أنا أدعو الجميع إلى أن يسألوا السؤال الصحيح، أن يسألوا هل تؤمن بالإنسان؟ هل تؤمن بأن وجود الإنسان وضمان وجوده أمر مقدس ولا يجب أن يمس بأي شكل من الأشكال؟ هل تؤمن بأن المس بفكرة الله ليست بقدر أهمية المس بقيمة الإنسان؟ وإلا فما قيمة إله يعبده لا إنسان، أي بمعنى ما قيمة إله يعبده كائن منزوع الإنسانية وفاقد للأهلية العقلية والفكرية. من هنا نستشف بأن السؤال هل تؤمن بالله هو غلط، طبعا هذا أمر لا قيمة معرفية حقيقية له، بل ننشغل بأمر أساسي ولا تفوقه أي أهمية عداه، وهي وجود الإنسان وتصدي لأي محاولة لتدمير إنسانيته ووجوده. بالتالي لا يجب أن نعتبر الله أو اعتبار الله ووكلائه أو وكلاء الله هؤلاء حكاما على قيمة أي إنسان. هؤلاء لا حق لهم بالتحديد قيمة أي إنسان، لأنهم يرفضون الإنسان أصلا، يعتبر الإنسان كائن له علاقة بالشيطان. وفعلا هذا هو التوصيف الصحيح للإنسان. وعندما نراجع الخطاب الديني أو النص المقدس الديني نجد الإنسان كفور جهول، جميع مواصفات السيئة توصف بكلمة الإنسان أو مفهوم الإنسان. فهؤلاء بالتالي الذين يحكمون على الأفراد وعلى الإنسان لن يحكموا أبدا في صالح الإنسان، إنما يحكمون فقط لصالح ربهم، أي لصالحهم هم باعتبارهم هم الوكلاء، ويعني يحكمون على حساب كل إنسان. هذا الذي نلاحظه دائما عندما هم يحكمون على أساس النص الديني الخاص بهم، وعندما يتعارض هذا النص مع مصالحهم الدينية أو الربانية يغيرونه. أما عندما تتعارض مع مصالح ناس بالملايين فهذا أمر لا يعنيهم بالشيء، والأدلة لا تحصى، تحديد النسل مثلا أو دعوة لا تحديد النسل، أيضا أخذ اللقاحات، هذه لا تهمهم بالشيء قدر ما يهمهم النص المقدس. معنى المعاني، الإنسان ليس هو المهم، الإنسان المتعلم أيضا ليس هو المهم. أدي حلقة عن ابن تيمية والكيمياء ممكن تشوفوها، هذا تحدث بها أنه العلم ليس مهم بالنسبة للخوارزمي، وعلم الجبر الذي اكتشفه الخوارزمي ليس بالشيء، وقال أنه هو حتى إذا كان بنفع فإحنا لدينا ما في العلوم الشرعية ما يغنينا ويزيد عن علومه، وطبيعية أو شيء من هذا القبيل. من هنا نرى بأن الله نجده لا يبالي بما يحصل للناس جميعا، إنه يبالي فقط بحقوقه، وحتى في أحيان معينة في الآيات القرآنية يقول إنه سيبدلهم إن لم يقدم الناس طاعة الولاء التام لهذا الإله، فإنه قادر على تبديلهم وسيجد أفضل منهم. هذه الآية معروفة، أعتقد ما كنت أذكرها. هذا إله بالتالي يبحث عن حقوقه فقط، لا حق للعبيد ولا قيمة إلا في حالة واحدة لا غير، وهي حين يتخلى هؤلاء العبيد عن حقوقهم، أو حتى يعني لا حق لهم بأن يعرفوا حقوقهم أو يشعروا بوجود حقوق لديهم على هذا الإله، بل عليهم فقط أن يدفعوا لربهم حقوقه المفروضة عليهم حسب الكهنة وأوامر الكهنة. هذا جعل البشر وجميع المؤمنين عبارة عن سكان حظيرة لا فرق بين أحدهم والآخر إلا بالتقوى. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا فرق بين الجميع إلا بهذه المسألة. التقوى ماذا؟ تقوى الله. الله هو الذي كان يمثل الدولة أو السلطة أو الحكومة
دعونا من كلمة الإيمان بالله وعدم الإيمان بالله، ومعنى السؤال الضمني الواقعي، هل تؤمن بهذا النظام أو الدولة، أو ليس الدولة، هذا النظام، النظام الذي تسير عليه الجماعة، هل تؤمن به؟ هو هذا الله. فعندما يسألك هذا السؤال هو يريد يعرف هل أنت معنا أم ضدنا، هل أنت من جماعتنا أم من غير جماعتنا. الأنظمة في العالم القديم كانت تسمى آلهة، والإله هو هذا الذي يطيعه الجميع، معنى أنه هذا النظام الذي نسير عليه جميعا، أي شخص سيأتي يطبق نظاما آخر سيعاقب أو سيعتبر خائنا أو مرتدا على الإله أي على النظام. وهذا كثيرا عندما من يطلع على التوراة والإنجيل يجد أن هنالك بعض الحوادث، عندما بعض اليهود عندما يسكنون مدن فيها عبادة للبعل أو لإله آخر، يغضب الإله يهوه كثيرا جدا إلى حد أنه يأمر بقتل كل من يعبد هذا الإله الآخر. هو بعض المعاني هي ماذا تقول الفكرة؟ الفكرة أنه هذا النظام يجب أن يتم الخضوع التام لهذا الإله أو هذا النظام. عندما يختلط العابدين أو بعض عبدة بعل مع من يعبدون النظام عبدة يهوه، عندما يختلطون يجد بعض اليهود مثلا أنه من الضرورة أن يتبعون النظام الآخر لأنهم يعملون معهم سوية. فهكذا نفهم هذه الآيات ونفهم السلوك الغاضب للإله اليهودي. ما لم يكونوا يقولون أن هذا النظام هو يرفض النظام الآخر، لا يقولون هذا الإله لا ينطبق مع الإله الآخر، ويغضب جدا عندما يتبع أحد أتباعنا نظاما آخر أو يعبد إلها آخر بالمعنى نفسه. هو بالضبط مثل الدولة الآن، أنت الإنسان مثلا الآن مصري، وعندما توجد في بلد آخر أو تطبق النظام الأمريكي في منطقتك، فأنت بمعنى المعاني أنت شخص ولائك لأمريكا أو ولائك لإسرائيل، فبالتالي أنت خائن. النظام الذي المصري الذي أنت عليه هو الإله الخاص بكم. هكذا كانت الناس تفهم الأمور بهذه الطريقة، أي من نوعا ما هو معادل موضوعي لهذا الإله. فمثل ما أنت أيضا تقدم قرابين وتضحي بنفسك من أجل الدولة والنظام، وعندما تكون تخدم في الجيش أو عندما يتعرض البلد إلى عدوان، فأنت سابقا كان يقال أننا نقدم تضحياتنا من أجل هذا الإله، فهو المعنى نفسه. أعتقد بهذه الصورة دائما نقول أنه الدين هو القطيع. قرب تقريب الصورة لتجعلنا نفهم ماذا نقصد بالإله أو الله أو أي إله في أي مكان قديما أو حديثا. هذا السؤال أعتقد يوضح لنا، يقرب كلمة أو مفهوم الإله إلى ذهننا بشكل أبسط وأسلس، يجعلنا نفهم الكثير من ما حدث عبر التاريخ، أو نفهم الرواية الدينية بطريقة صحيحة. ووفق هذا النمط من القراءة أو التحليل، أنا قدمت سلسلة من الحلقات تحليل آيات القرآن الكريم، واحدة من أنهن والله متم نوره، وسع كرسيه السماوات والأرض، أيضا أدي حلقة ما نشرتها بعد وسنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم، هاي راح أقدم لها حلقة خاصة. أيضا نواصل موضوع الإنسان والأديان. هكذا يصبح البشر أليسوا أكثر من سكان حظيرة يجب تدجينهم جميعا وترويضهم على النظام الإلهي الذي يشرف عليه الكهنة، وبالتالي لا فرق بين كائن قطيعي وآخر إلا بالتقوى. كلما ازددت تقوى للإله الذي تعبده أو الذي فرض عليك، أرغمت على الحياة ضمن فضائه، كلما أصبحت مؤمنا صالحا. هذه قيمتك، أن تكون جزءا من قطيع متماسك متماثل مطيع يتحرك كما يقال في أسنان المشط. هذه هي المساواة الدينية، هذا هو تعريف المساواة الدينية التي يقاتل من أجلها المؤمنين السذج أو المغسولي الأدمغة، أن يصبح كل مؤمن مماثل لأخيه المؤمن، ليس حبا بالمؤمن نفسه بل لأنه مطيعا لله. المسألة ليست أفقية بينه وبين الآخرين، بينه وبين أخيه بالإيمان أو أخيه الحقيقي أو ابنه
ابنه أو زوجته أو جيرانه أنه الأخوة ليست لهؤلاء والصداقة غير موجودة في الدين، إنما كل إحنا علاقتنا عمودية بالله وحسابنا مع الله مباشرة، وكل ما علينا أن نجيد التعامل مع الآخرين ونحبهم أو نعاديهم وفقا لهذه العلاقة مع الإله، أي أن الدين جعلنا رفع الواسطة بيننا وبين الله. هنا مشكلة الدين الإسلامي، لم يترك أي فرصة بين العبد وربه، بمعنى معاني لم يتح فرصة للسياسة لكي تعمل، وهذا اللي يفسر لنا لماذا لا نجد لدينا سياسة حقيقية، لأن السياسة بالنسبة لدينا هي سياسة الخيل أي القرباج بالمصري أو الصوت، أنه تقود الناس بالصوت. دي يعني إحنا بالعراق نقول عندما تسوق الغنم أو الحمير تقول دي وتضربها بالصوت، فدي هي الدين. أصل كلمة الدين هي الدي بالسومرية حسب رأي خزعل الماجدي، قال هو كلمة دي بالسومرية هي تعني الدين، بمعنى المعاني الدين هو دي الذي يقود القطيع، وبهذا من هنا تم تسمية الجماعة المؤمنين بالرعية، هنالك راعي وأكولي لأمر هذه الرعية. هذا يقودنا إلى أين؟ تصبح للطاعة أو الدي هي الأولوية القصوى، وليس للخبز الذي يأكله القطيع ولا أبسط حقوق الإنسان أو أفراد القطيع البشري. النظرة الدين هكذا هي نظرة حيوانية، وهذا ربما يحيلنا لأصل الدين. أصل الدين هي فكرة تجذرت في لاوعي الإنسان عبر عشرات آلاف السنين، وكانت روح الجماعة يرتبطون مع بعضهم من خلال الطقوس التي يمارسونها فيما بينهم، وهذه الطقوس تجعلهم ينتمون إلى بعضهم البعض، يشعرون بأن هذه الطقوس المحددة التي يتم تكرارها هي التي تمثلهم حق تمثيل. عندما يجدون طقوس أخرى مخالفة هذا معناه أنه هنالك آلهة أخرى، قوى أخرى، تقاليد أخرى، جماعات أخرى، نحن على خلاف معهم أو مختلفون عنهم. هذا يفسر لماذا الدين يتعامل بطريقة القطيع، لأن يعني الإنسان عندما تعلم تربية القطعان الماشية خاصة والكلاب، وتعلم تربية الحمير مثلا، قال لماذا لا نجرب هذا الأمر على الإنسان نفسه. وأنا أعتقد بالعكس، أنه الإنسان بدأ قادة القطيع البشري بدأوا يجربون فكرة الجماعة وفكرة وجود القطيع البشري، بناء على نجاحهم في هذا الأمر فكروا بأن العملية ممكن، بل من السهولة بمكان أن يتم تطبيقها على الحيوانات. من هنا نستطيع معرفة أن المساواة الدينية هي التي يقاتل من أجلها المؤمنين. السذج كما قلت هو المساواة في جودة الترويض وفي قدرتهم على التخلص من ذواتهم وشخصياتهم المستقلة والتماهي مع الآخرين، وكلما ازدادوا تماهيا كلما ازدادوا مساواة فيما بينهم. معنى المعاني أن المساواة ليس في الإنسان بحد ذاته، إنما التساوي بين أفراد الجماعة البشرية، التساوي الكامل بحيث يتحولون إلى كل بنيان المرصوص كما تقول الرواية الدينية. هذا يفسر لماذا نشاهد رجال الدين يتحدثون لقرون، وحتى بعض رجال الدين من ولادته إلى مماته ويتحدث فقط عن الفرائض الدينية، وكلها هاي الفرائض تصب في صالح الإله، أي في تغزل بهذا الإله الذي هو يمثل النظام الذي خلقه وصنعه وأشرف عليه رجل الدين، لكنهم في الوقت نفسه لا يكاد يشيرون إلى مشاكل المؤمنين الخاصة. هذه قضية لا تخصهم ولا تعنيهم، حتى يعني تنفجر الأمور فهم يضطرون الإشارة إليها. ماذا يفعلون؟ يلومون المؤمنين أنفسهم. لماذا؟ لأنه يقول لك هذا المؤمن هو سبب المشاكل، لأنهم لا يتعاونون بما يكفي بينهم. إحنا بالنسبة لنا إحنا شغلنا الوحيد هو محافظة على النظام. هذا سبب يشوف الحركات الإسلامية عندما تفكر بالوصول إلى السلطة تصل إلى السلطة ولا تفعل شيء بعد ذلك، لأنه هو هذا هدفها. فكرة الإله هي فكرة وجود نظام، أنه إحنا كلنا مجتمعين مع بعضنا ولا نثير أي إشكالات، وإذا حدثت إشكالات فنتعاون فيما بينها، حلت لم تحل لا مشكلة. المهم وجود الله وعبادة الله، أي الحفاظ على النظام وعدم تفريق كلمة الجماعة. فهنا القضية، في أقصى الأحوال يوضع مفهوم القربان
يقدم هذا القربان ويحل كل المشكلة. قربان هكذا وضع لكي يعالج هذه الإشكالات الداخلية، لكن النظام يبقى مستمر. هي حتى صارت عند رجال الدين يعني أشبه بالسليقة أو القاعدة العامة للعمل والتفكير، وهذا نفس الفكرة. هي عندما واحد يعترض عليه مثلا بعض التعليقات يقول لك أنت جاي تفكر خارج الصندوق، أو يشعر بأنني أفكر خارج الفكرة أو الإيقاع الإيماني، فرأسا يشعر يقول لك أنت جاي تخرج عن النظام اللي تعودنا عليه. نظام هذا هو الأساس، احنا ما نتحدث عن مشاكلنا الخاصة، حتى إذا تحدثنا عنها فنتحدث على حدة وفيما بيننا ونحاول عالجها بطريقة أو بأخرى، وإن لم تعالج يا الله كريم أو الله غفار أو هذه محنة اختبار، لكن أدنى الأساس هو المحافظة على النظام. هذا الإنسان العادي المؤمن العادي لا يشعر بهذه القضية، هو يعرفها يكررها لكنه لا يدركها ولا يفهمها الفهم الحقيقي العميق لكي يعرف بعد ذلك، لأنه إذا عرفها مع عرف جوهر الدين يعني كشفت اللعبة بأكملها وتمت معرفة ما هو الإله، ما هو الدين، ما هو دور رجل الدين، لماذا أنا مغيب، لماذا أنا أحارب نفسي، لماذا أنكر نفسي وأنكر حقوقي الجسدية والإنسانية والفردية. هذه كلها تنكشف اللعبة، يعني يخرب الفيلم كله. هنا يتضح مشكلة أخرى بأنه عندما توجد مشاكل المؤمنين تتراكم وتتواصل، وتشوف أنه 55 دولة إسلامية حاليا هي الدول الوحيدة التي الدين يشكل ثقافتها الأساسية التي لا ينافسها إلا ما ندر ثقافات الحديثة الأخرى. إحنا هاي 55 دولة تقريبا 50 دولة منهم تعيش في حالة فقر، في حالة ظلم، افتقاد لكل حقوق الإنسان، لا توجد مساواة، لكن دائما هنالك نظام، تجد النظام موجود ما دام الإله مصانع حقوقه وتأدية الفرائض له مستمرة، النظام سيستمر. هنا الفكرة الأساسية للدين الإسلامي خاصة، والدين المسيحي كان هكذا لكنه تم قص أطرافه ونزع أنيابه. على كل حال، أي أنه هذا وين يوصل إلى الحل؟ أنه حتى عندما تصير مشكلة كما قلت يصبح رجل الدين ليس هو المسؤول، ولا الكاهن أو السياسي ولا الحاكم، ومو إحنا المسؤولين، المسؤولين أنتم ما تسمعون كلام. فيطلع يصبح المؤمن المسكين هو المسؤول، هو القربان وهو المسؤول وهو الذي يتحمل كل شيء. فبالله عليكم، هل رأيتم أعظم من هذه الخطة العبقرية وهذه القيادة المجانية التي لا مسؤولية فيها؟ يعني هو يقول لك أنا مسؤول لكنه في الحقيقة لا يسأل عن شيء، فقفوهم فهم مسؤولون، فحتى قرآنيا لا تتحقق هذه المسألة عليه. مشكلتنا ليست مع الملحد والعلماني أو الكافر أو ضعيف الإيمان، بل مع الإيمان نفسه والدين نفسه ورجل الدين نفسه، بل والتراث الذي أنتج هؤلاء جميعا. المشكلة أيضا في الإله الذي ورثناه هو ودينه، وليس في الإنسان، الإنسان هو الضحية. المشكلة بالتالي هي إهمال الإنسان كليا والتفرغ لعبادة الرحمن، وهو بالأحرى ليس أكثر من السلطان المستبد، لا أكثر ولا أقل. وهذا كله ماذا يفسر؟ يفسر غياب أي صلة بين الواقع بما فيه الإنسان أو بمن فيه الإنسان من جهة، وبين الدين وأخلاق الدينية، الأخلاق الدينية من جهة أخرى. يعني لا توجد سوى عبارات تجريدية تخيلية تربط بين الإنسان وواقعه، مثل الإيمان، التوحيد، المؤمن، العبد لله. في المقابل تجد أيضا عبارات ومفاهيم لا تربط بين الإنسان وواقعه، تجد هنالك آثام، مخالفات، معاصية، عقاب، ثواب، ذنب، رحمة، غفران، استغفار، هاي كلها تهويمات لا علاقة لها بالواقع، تربط الإنسان بالغيب بأفق الغيب ولا تربطه بالواقع. إنه أنت الآن لا ترتكب خطأ مثلا، لا يوجد خطأ وصح، إنما يوجد حلال وحرام، عقاب وثواب، ذنب وما إلى ذلك، إنما الخطأ والصح على الأرض. هذه مفاهيم علمانية علمية أيضا بدقة أو رياضية. فالخطأ والصح أنه تجرب شيء ويظهر أنه خطأ، والخطأ ليس سيئا بالضرورة، إنما الخطأ مفيد، أنه أنت تعرف هذا خطأ لن تكرر هذه التجربة. أما في الإيمان أو في المنطقة الدينية
القضية يعني أكثر مطاطية من مطاطية وانعدام للمعنى من ما تمكنت البشرية المعرفة عبر العلمانية أو التفكير العلمي الوضعي. غياب الصلة بين الإنسان وبين الواقع هو أيضا غياب الصلة بين الـ يعني بين الـ الإنسان وإيمانه، أي أن مصدر الإيمان لم يعد لا يأتي من داخل الإنسان، إنما يأتي مفروضا عليه من الخارج، يأتيه من الكلمات والأصوات، هذه الكلمات وليس كل كلمات طبعا وأصوات، لا، إنما أصوات محددة، هذه فقط التي يجب الإنصات لها والاستماع إليها، مو مهم لا يفهمها، يعني يسمع صوت القرآن، يسمع الأحاديث لكن لا يفهمها، المهم أنه يقدم الولاء والطاعة. أما ما يحدث في الطبيعة فهذا الحدث ليس حدثا فيزيائيا، يعني مو مسألة ناتشورال، إنما هو آية، هاي الآية هي السبب والنتيجة. عندما تجد أنه عندما ترى الخطاب العلمي أو المنهجية العلمية بالتفكير تجد هناك أسباب ونتائج، صارت اقتران بين الأثر والمؤثر بفلسفة هيوم، صارت أن هناك صار اقتران بين السبب والنتيجة، بين الحدث والحادث، الحادث والمحدث، إنما العالم بالنسبة للمتدين آية، والآية هي السبب والنتيجة، ولكن ليس هذا فقط، إنه السبب آية والنتيجة آية أيضا، المطر والرعد بالتالي والغيوم هاي كلها آيات، ليست أسباب ونتائج، إنها كلها آيات، بغض النظر عن كونها أسباب ونتائج. بالنسبة لذهن المؤمن وما يراه المؤمن فلا يرى سوى آيات، أسباب نتائج وتبر مو مشكلة، هذه كلها تجتمع معا كي تتفجر الحكمة الإلهية، ومو مشكلة لا ينقص أحد السبب يعوزه النتيجة أو تعوزه النتيجة أو النتيجة يعوزها السبب، فهذه أيضا آية من آيات، أو لا يوجد لا سبب ولا نتيجة فهذه أيضا آية، مثل فكرة الوحي، يعني لا يوجد سبب ولا نتيجة، إنما هي متصورات وإيمان بقضية لا أحد لديه دليل على حدوثها، وشخصيات أو كائنات مثل الملائكة، الشياطين، عفاريت، الجن، قصد الإله نفسه، كل هذا كلها آيات، لكنه تلا لا تعرف لا يوجد أي سبب ولا نتيجة ولا لا دال ولا مدلول ولا واقع ولا ظاهر ولا باطن ولا أي شيء، بالتالي الآية هي التي تفسر كل شيء. فيقول لك يا عزيز المؤمن لا تقلق، الجواب موجود لكل أسئلتك. طبعا هذا أمر كارثي، يعني لا شك هذا الأمر حول الإسلام والمسلمين إلى كتلة متراصة من الخرافات والكلمات والعبارات الفارغة الملتاثة بصراحة. لماذا أقول هذا القول؟ وهو أن هذه الآية أو الآيات لا تشير إلى وجود قانون يجب اكتشافه أو البحث عنه كما يفعل العلم عندما يشاهد أسباب ونتائج أحداث ومحدثات، فهو يحاول أن يكتشف ما حدث. مثلا سقطت تفاحة، يعرف العالم أو الذي يتبع المنهج العلمي يقول هنالك حدث، شيء سقط، لابد هنالك شيء ما حرك، ويفترض افتراض بوجود قوة ما جعلته تسقط. لماذا كل ينظر إلى الأشياء جميعا يجدها تسقط أينما ذهب، ويجد هاي الظاهرة عامة. بعد ذلك بدأوا بعد الملاحظات واختبار لهذه الفرضيات تحولت إلى قانون، واكتشفوا من خلالها الجاذبية، وما زالت الجاذبية نفسها لا أحد يعرف ما كنهها وما هي مكوناتها، لكنهم اكتشفوا الجاذبية، هنالك شيء، عرفوا السبب ومن خلال النتائج الكثيرة التي وجدوها، والعملية تطورت. لكن عندما تجي على الخطاب الديني تجد أن أي حدث هو آية، هاي آية وفيها يعني قدرة الله كما يقال، وكل من يقول أن هنالك قانون يجب اكتشافه أو البحث عنه هذا أمر غير جائز وكلا، يعني هذا حرام ومذنب أو كافر ربما من يفعل ذلك، قد يسير طبعا لأنه لماذا ربما هذه الطريقة بالتفكير أو العمل قد تؤدي بالمؤمن
إلى أن يسير في طريق الضلال. لماذا؟ لأن هذه الآيات هي محمودة الغرض والهدف، يعني كافية بحد ذاتها على الدلالة على وجود الله وصدق التنزيل المحكم. فبالتالي أنت عندما تأتي وتحول هذه الآيات إلى غير مقصدها أو غير الهدف من وجودها، أنت بهذا المعنى أصبحت منحرفا. وهذا التفكير ديني صحيح لا بأس به، يعني أنا لا أعترض عليه لكنني أصفه كما هو. وهذا التفكير الديني كان في زمن مهم، لأنه إذا كل واحد يفكر ويحاول أن يبحث عن الأسباب والنتائج بنفسه، فمعناته تفرق الشمل القطيع البشري وتفرق الشمل الجماعة بالتعبير الديني. بالتالي هذه الآية التي يراها الدين هي لا هدف منها ليس اكتشاف قوانينها، لأن القانون هو معروف، القانون هو الله، يعني الله هو صاحب كل شيء. فبالتالي هذه الآية ليس لكي تتعظ بها وتتعلم منها جديد نافع للبشرية، إنما لكي تؤمن بوجود الله وفي النهاية ترضخ لأوامر طاعة الله ولأوامر الرسول وأولي الأمر منكم كما تقول الآية الكريمة. ومن هنا نجد عندما راجع الغزالي، نجد الغزالي نفى وجود السبب والنتيجة ودحض فكرة السببية ليس لكي يثبت حقيقة علمية كما فعل هيوم، لكن إنما لكي يقول أنه السبب والنتيجة هي كلها آيات من آيات الله. هذه الفكرة الأساسية باختصار اللي حسب ما فهمته من فكرة الغزالي. هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ إلى شيء خطير جدا طبعا، وهو إغلاق أبواب الحياة، جعلوا الحياة محاربة بكل أشكالها. يعني عندما إنسان يحاول أن يعبر عن ذاته، يعبر عن حياته بمعنى المعاني، فهم لهذه الحياة، السلوك الخاص لهذه الحياة، ردود أفعاله لهذه الحياة، وجهة نظرة بهذه الحياة، هذه كلها أشياء محاربة دينيا. لا أحد يسمح له بأن يعلن ولاءه للحياة، لأن هذه الحياة هي آية فقط، الولاء لصاحب الآية فقط. أنما عندما تنصت إلى شروط هذه الحياة واللي جزء من جسدك وروحك وغرائزك وحاجاتك وأهوائك وأحلامك، هذه كلها أشياء منفرة وسيئة لا يرحب بها هذا الإله، وهي كلها آيات على وجود شيطان وليس آيات على وجود الرحمن. هذا الآيات الحقيقية هي كيف تتخلص من كل هذه النوازع الشيطانية. فبالتالي الولاء فقط لصاحب الآية أو الآيات، والبراء فقط ممن يحارب هذه الآية أو يحاول اكتشافها أو مراجعتها أو التدخل فيها، لأنها شأن إلهي خاص. هذا اللي جعل بالنهاية، أختم كلامي، هذا جعل الإنسان فرد قطيعي بامتياز. هذا الإنسان الذي بات مفرغا من إنسانيته كما قلت، ويعيش على علف الآيات، علف الآيات الشهي الطيب الذي تعود عليه منذ طفولته، كما تعودت الحيوانات على علف النباتات. هنا يتحول الإنسان إلى فرد من أفراد الرعية، وعليه فقط طاعة الراعي والترداد كلامه والانتصار له في كل شيء سلبا أو إيجابا، فيما يطيع الراعي نفسه بدوره كبير الرعاة. هذه العملية الهيراركية التدرجية هي التي على جميع السير وفقا لها. الأرض، حتى الأرض نفسها ما عادت لها قيمة إلا باعتبارها معلف، إلا باعتبار مكان، إلا باعتبارها ممر، دار متاع وليس دار بقاء. البقاء هناك المرعى الأكبر، يعني قرب سدرة المنتهى، حيث ستجدون ما لذ شرابه وطاب هواء. شكرا جزيلا وآسف على طالة، مع السلامة.